ممكن تبلغي اكمل بان انا موجوده؟ حاضر. استاذ اكمل، في صاروخ هنا عايز حضرتك. عينيا. اتفضلي. مالك؟ انت اللي مالك. هو المكتب ضيق شويه ولا انا اللي ضيق شويتين؟ هو في ايه؟ ما ينفعش تقولي لي مالك من ابعد من كده شويه؟ اه دي الطريقه؟ هو حضرتك متاكده انك دكتوره نفسيه ولا بتلعبي على النفسيه؟ هو انا مش باين عليا؟ هو باين، بس أنا خايف إن شوية ويبان عليا. هعترف بكل حاجة على فكرة. بصراحة أنا نفسيتي تعبانة قوي وتعبت أكتر دلوقتي، وصحابي كلهم لموني، غاروا مني، قالوا لي أكمل أنت نفسيتك تعبانة قوي أكمل، ما تروح تكشف. أنا رحت كشفت فعلا. تعرفي قال لي أنت عندك إيه؟ قال لي انت عندك التهاب في العضلة النفسية. قلت له ايه؟ انت بتقول لي ليه يا دكتور؟ بتقول لي ليه؟ صدمني يا دكتورة رايا، صدمني. طب معلش صدمني. معلش معلش قول لي بقى انت عايز ايه؟ انا عايزك نعم تقفي جنبي. عايزك جاية بعديها ايه؟ تقفي جنبي، يعني عايزك كويس، حاجة كويسة يعني. وقفي جنبي، وقفي جنبي علشان أنا نفسي أختبر مشاعر خطيبتي النفسية. يعني أنت بقى عايزني أنا مش دكتورة نفسية؟ أوكي. خطيبتك حلوة؟ يعني هي بالنهار بتبقى معدية، إنما بالليل بقى مستخبية في وسط الزحمة. بالنسبة لنا جميلة، لأن هي اسمها جميلة. أوكي، يعني متخاصمين، ما بتغيرش عليك، الحاجات دي يعني؟ جافة، جافة قوي، تقدري تقولي متبلطة، اللي هي بعد متبلدة بشوية، اللي هي بتبقى متبلدة كده فتبلط فيها، فتتبلط، تبقى متبلطة في الآخر. تقدري تقولي كده غبية شوية، بتتغابة كده على طول، تناحة برادة، شك دايما، في شك. انا اتخنقت، عارفة؟ شكاكة على طول، مثيرة للكآبة، بحب الكآبة قوي. جميلة دي، تقعد تدور تنحكش كده فين الكآبة وتدور عليها. انا كأكمل بقى اتخنقت قوي بقى منها، واتخنقت من العلاقات، ومش عايز جميلة دي في حياتي تاني. نفسي اخليها بصي الناس كلها تقول ايه البنت المجنونة اهي، مجنونة اكمل اهي، مجنونة اكمل اهي. بصي مش هرتاح غير لما تكون محبوسة يا اما في مستشفى المجانين. ماشي ولا لا؟ ماشي ولا لا؟ طيب انا اوعدك ان انا هخليها لك تغيير جدا وتخرج عن شوارع على الاخر. والنبي اشجعتش، محتاج حنان قوي. انا ناقصني حنان، والله ناقصني حنان. اديني حتة واسعة وحنان وشوفي أكمل هيعمل ايه. انا نفسي الناس كل ما تشوفها تقول مجنونة أكمل اهي، مجنونة أكمل اهي، مجنونة أكمل اهي. ايه ده اللي مجنونة؟ مين دي؟ مين دي؟ مين مين دي؟ دي مين دي؟ مين؟ ما تسأليها هي مين دي. انا مالي؟ متعرفناش. انا رغد صديقة الطفولة. يا رغد على ايام الطفولة، احلى ايام واحلك ظروف واحلى حياة. فاكرة الطفولة؟ فاكرة. انت بقى مين؟ انا جميلة صديقة الجامعة. يا جميلة على ايام الجامعة، اسخف مرحلة في حياتي مش فاكرها اساسا. فاكرة يا رغد؟ فاكرة لما كنا بنلعب في الطفولة؟ أيام الطفولة؟ أيوة، عريس وعروسة ومأذون، الواد أشرف لما كان بيعمل مأذون، فاكراه؟ احنا ده نعمل نفسي شجرة بقى وأجيب لكم اتنين ليمون. ما بنحبش الليمون من أيام الطفولة، فاكرة؟ ما بحبوش خالص. فاكر؟ فاكرة لما كنا بنلعب لعبة الشوكة والجاتوه؟ دي كانت جامدة أوي. يقص عليك يا أكمل، ليه فكرتني بقى؟ لا دي كان طعمها تحفة جدا. على فكرة احنا كنا ممكن نتجوز من كتر اللعب دوت مع بعض.
بس ما حصلش نصيب، مش كده يا أكمل؟ قولي لها ليه ما حصلش نصيب؟ ما أقولكيش بقى يا جميل. لا قولي لها، ما أقولكيش ليه، ما تقولي لها عشان كل حاجة تبقى مقوى. قولي يا حبيبتي فضفضي كده وطلعي اللي جواكي. أنا هقولك. لا لا مش مهم إنك تعرفي، المهم إن أنا وأكمل رجعنا على كتمة تانية ببعض. أصلها كانت مفيدة أوي ومغذية أوي، وكان صعب أوي ترجع، لأن قالوا لنا مش بترجع، العلاقات عمرها ما هترجع تاني. قلنا لها لأ، مالهم لأ، لازم ترجع العلاقات. فاكرة 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 لما كنا بنلعب لعبة تحت اللحاف واللي يخرج يخاف؟ فاكرة؟ ويخاف؟ أيوه أيوه بقى كده؟ طب أنا هوريكي أكمل وهفضحك. روحي افضحيني في داهية. تعالي هنا يا جميلة. في ايه؟ هو انا كل ما اقول لحد روح افضحني يروح يفضحني بجد؟ دي جمله انفعاليه. هتقول مين دي وانا اوديك في 60 داهيه؟ دي رغد. رغد؟ انت فاكره دي مين دي؟ دي دكتوره. دكتوره؟ دي دكتوره؟ بس نفسيه. انت فاكره اللي لابساه ده سلوبيتا؟ مين سلوبيتا؟ ده البلطو بتاع الدكاتره، بس الدكاتره النفسيين. والله؟ حتى تلاقيه بصي الاسود فيه ايه مشوش شويه، ليه؟ عشان بيزغللوا رؤيه المريض. بحيث انه يدوله زغلله فوق مرضه فيعالجوه. هو انت اتزغللت؟ انا زغللت، انا زغللت. انت عارفه دي شخصتني. تعرفي يا جميله طلع عندي ايه؟ عندك ايه؟ عندي التهاب في العضله النفسيه. والله التهاب في العضله النفسيه؟ ماشي يا اكمل، انا بقى هوريك غرف 60 داهيه. غرف 60 داهيه؟ ماشي. تعالي هنا. في يا جميله؟ وانت كل كلمه اقولها لك تصدقيها ليه؟ يا ستي ما هلفظ بالكلام، في نرفة، انا دلوقتي في نرفة بهلفظ بالكلام. في ايه؟ انا هقولك الحقيقه كلها. اتفضل. رغدي دي نمره احنا عاملينها فيكي علشان نبيتك، كل اللي فات دوا علشان يوصلك المسج بتاع يا جميله. والله نمره فعلا. تعالى يا اكمل عايزاك. معلش عشان عايزاني. عندك اجتماع. عندي اجتماع. انت بتمسكيه كده ليه؟ الله، عشان بنت بيئه. انت مين اصلا؟ وانا خليك تقترح معايا المكتب كده، قلت لك عنده اجتماع. صدقني ان انتي مستفزه قوي قوي قوي. والله استفزيتك؟ اتفضلي بقى اطلعي بره عشان عنده شغل، مش كده يا اكمل؟ ايوه ايوه انا عندي اجتماع فعلا، بس مفيش مانع ان رغد تحضر معانا الاجتماع. شفتي قالك مفيش مانع؟ لا طبعا، ده اجتماع واسرار عمره ما ينفعش تعرفها. طب ما احنا ممكن نسالهم. اقعد انا على تقعدي انتي. برافو رغد، برافو رغد، قالت فكره جميله جدا فعلا. احنا نخش الاجتماع ونسال العملاء هل يختاروا انتي ولا انتي، وشايف ان هم هيختارون انا في الاخر. لا طبعا، انت عايز تقارني انا بدي؟ بدي مين يا بنت؟ حقك حقك يا رغد. ايوه انتي بنت عشان انتي غلطتي فيها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بيا قوي. بيا؟ طب اطلعي بره بقى عشان اوريها شغل البيا. لا ثواني ثواني ثواني، انت عايز حقك منها صح؟ وانت عايز حقك منها. طبعا. صفوا مع بعض بس مفيش حاجه تبوظ في المكتب. يلا اطلعي بره كده. فضل فضل فضل. يا ريحه يا حبيبتي مالك؟ ريحه يا حبيبتي مالك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بس 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 بس